جبل الصفا والساحات الخارجية، بالإضافة إلى غسل مجمعات شرب المياه والوضوء بالمواد المطهرة 5 مرات يوميا. أما دورات المياه والتي يصل عددها إلى 14,000 دورة مياه، فيتم غسلها 4 مرات يوميا. ورغم الزحام الشديد على مدار الساعة في موسمي رمضان والحج، فإن أعمال النظافة لا تتوقف وتؤدى بشكل لا يؤثر في حركة المعتمرين والحجاج، ويتم غسل المطاف كاملا بطريقة احترافية في أقل من 30 دقيقة، كما يتم غسل الرخام والأرضيات والمداخل المؤدية إلى المسجد الحرام والجسور والمنارات والسلالم والأبواب والواجهات والأعمدة، إضافة إلى تنظيف مجاري التصريف ورش المطهرات والمبيدات الحشرية. تبلغ مساحة المسطحات التي يتم غسلها في كل مرة ما يقارب 700,000 متر مربع، وستتضاعف مساحة المسطحات بعد التوسعة الجديدة لتصل إلى 1,800,000 متر مربع. غسيل الكعبة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، يتم غسل الكعبة المشرفة 2 مرات في العام، ويتم غسلها بماء ممزوج بعطر الورد والعود الفاخر المخلوط بماء زمزم المبارك، ويوضع في أوان نحاسية صنعت خصيصا لهذا الغرض. يكتسي المسجد الحرام وساحاته بما يقارب 30,000 سجادة من السجاد الأخضر الفاخر الذي يعقم وينظف 3 مرات يوميا، وتم تخصيص مغسلة حديثة لغسيل سجاد الحرم وبتقنيات عالية. يمر السجاد في عملية تنظيفه وتعقيمه ب5 مراحل، تبدأ بنفض الغبار وإزالة الأتربة ثم الغسيل، وتليها مرحلة التجفيف ثم التعرض لأشعة الشمس، وأخيرا الحبك وإعادة الحياة.